يعني ايه متطلقين؟ طلاق بائن. لا يصح، هذا الرجل يترك البيت لأنه أجنبي، إذا وقع الطلاق صحيحا ثلاثا فهذا الرجل تبين منه زوجته ويجب أن يخرج من البيت، لأن وجوده في البيت حرام لا يجوز، لأنه سيطلع على عورة امرأة أجنبية لا تحل له، فهذه المرأة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، كما قال ربنا عز وجل، قال الله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ما فيش مشكلة لو طلق طلقتين أو موجودين مع بعض.